خلينا نستأذنك في الاتصال من الجزائر. خديجة، تفضلي يا خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا خديجة. عندي كلمة حول هذا الموضوع. تفضلي. أرى بأن المرأة هي أساس بناء الأسرة، وهي التي يمكن لها أن تصبر على زوجها حتى وإن كان ذو إيمان ضعيف، فبدعائها وصلاتها وصبرها عليه، والله أن الله سبحانه وتعالى سيغير وجهة ذاك الرجل. وقد يعني وجدت هذا في حياتي والحمد لله، ما شاء الله. أنني صبرت، وكلما وجدت مشكلا يعني من هذه المشاكل التي تكلمتم عنها إلا وصليت ركعتين واستغفرت طول اليوم، والله بعد هذه يعني الأعمال أجد أن زوجي ربي قد غيره فترة بعد فترة والحمد لله. ما شاء الله. وشكرا. شكرا لك يا خديجة. قناة زاد. شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا لك يا خديجة. يعني يا ليت أن النساء يقمن بما قامت به خديجة. أنا ما شفت هذه التعليقات. أنت عظيمة يا خديجة. هذا تصرف رائع جدا يا أخي. أكيد. داؤنا فينا ودواؤنا عند مولانا. هذه الحكمة يعني. فلنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والله يا ترى هذه مسألة مهمة جدا. يا أخي، من يصلح، من يهدي، من يجتبي؟ إنه الله تبارك وتعالى. فلنأوي إلى الله ولنأوي إلى ركن شديد. الله هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو الذي يصطف الإنسان ويجتبيه ويصرف عنه السوء. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فالإنسان يحتاج إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل. ذلك أنا أقول لأي رجل، أي رجل أخاطب الرجال، أقول يعني هذه المرحلة التي مرت بكم ستمر بأبنائكم، فماذا تريدون أن يكون منهم؟ هذه المرحلة التي مرت بكم الآن ستمر بأزواج بناتكم، فماذا تريدون من هؤلاء الأزواج أن يفعلوا ببناتكم في مستقبل الأيام؟ قدموا لأنفسكم. لذلك الإنسان ينبغي عليه في هذه المرحلة أن يضبط نفسه، يتحكم في ذاته. نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. الانتصار ليس على الناس الحقيقي، الانتصار على النفس، على الذات. ونهى النفس عن الهوى. جميل. نهى نفسه عن مساقط الكلمات والتصرفات والأفعال والحركات التي لا يسره أن يراها في ميزانه في يوم القيامة ولا في ديوانه يوم أن يبعث بين يدي ربي عز وجل. كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.